تعريف الأسرة في أمريكا من سنة 1840 لغاية 1950، تعريف الأسرة كان زوج وزوجة وأولاد يعيشون في بيت واحد في محبة، ده تعريف الأسرة. سنة 1950 إلى سنة 1999 رجل وامرأة وأبناء يعيشون في بيت واحد، الله أعلم من الرجل من المرأة من الأولاد. من سنة 1999 من بداية سنة 2000 إلى الآن صار جماعة يعيشون في بيت واحد، يطلع الجماعة رجلان امرأتان ممن لا ترضون من الشهداء، مش ممن ترضون، المهم أن هذا هو تعريف الأسرة عند القوم. ولكن بفضل الله عز وجل هذا الدفء الأسري وقضية سبحان الله الفقه الإسلامي العظيم الذي وضع مدارس فقهية عجيبة، وصل الأمر برجل كأبي حنيفة في قضية الاستحسان، وأنت تسميها في القانون المعاصر روح القانون. يقول أبو حنيفة: إذا غبت عن بيت أبيك وأمك، يعني أنت رجل مولود في دمشق، أبوك وأمك في دمشق، لكن أنت رجل رحالة ذهبت سنوات واستقريت في بلد آخر، وجئت لزيارة أبيك وأمك أياما، بإجماع الفقهاء أنك في هذه الأيام تصير مسافرا فتقصر الصلاة ويجوز لك أن تجمعها، لأنك في هذه الأيام البسيطة تصير مسافرا لأنك أصل معيشتك في البلد الآخر. يقول أبو حنيفة: فإذا كان الوالدان أو أحدهما على قيد الحياة يجب أن يتم الابن أو البنت صلاتها كي لا يقصر أحدهما الصلاة فيدخل الحزن أو الاكتئاب على صدر أبيه أو على قلب أمه. انظر هذا، هذه الروح العجيبة التي تلمس أحاسيس لذلك أنت لما تفتح كتب الفقه لا تجد باب عن الخشوع. يبدو أن أبو حنيفة سمحه الله ورضي الله عنه ومالك والشافعي وأحمد وكلهم كان قضية الخشوع دي عندهم أساس، ما كانوا يظنوا أن الأمور المعقدة عندنا لا تحل إلا داخل الصلاة، والأمور التائهة لا يعني سبحان الله. ذهب رجل إلى أبي حنيفة: يا أبا حنيفة، بعت دارا لي ووضعت المال في مكان ونسيته. ضحك أبو حنيفة قال: وما دخل أبي حنيفة؟ وأبو حنيفة رجل شرطة، أبو حنيفة رجل حلال وحرام سبحان الله. قال: ألست إماما لنا؟ فمش الإمام الشيخ المسؤول عننا؟ قال: اذهب إلى بيتك وقم لله الليلة عسى رب العباد أن يذكرك بمكان المال. جاء الرجل في صلاة الفجر مبتسما، قال له أبو حنيفة: وجدت مالك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: عدت من عندك إلى البيت وقفت كبرت تكبيرة الإحرام، وقبل أن أنهي الفاتحة تذكرت مكان النقود فتركت الصلاة وذهبت إلى المال. ها، جاب المال نام. قال أبو حنيفة: كنت أوقن أن الشيطان لن يدعك الليلة تتعبد لله، لأن دماغك في كل تفكيرك في ماذا؟ سبحان الله العظيم. وفي المقابل كان الحمام يضع على ظهر ابن عمر وهو راكع أو ساجد عند الحرم ظنا من أن ابن عمر جدار من الجدران أو يعني حجر من الأحجار. بماذا؟ سبحان الله. ويقول أهل العلم الآن ثبت علميا أن الخاشعين في الصلاة، علميا الخاشعين في الصلاة لا يصاب أحدهم بالزهايمر أبدا، فقد الذاكرة. الرئيس ريغان كان يمشي في شوارع أمريكا لما أصيب بالزهايمر فيتعجب، يقول لزوجته الوحيدة التي كان يعرفها: لماذا يسلم علي الأمريكان هكذا كأنهم يعرفونني؟ نسي أنه كان رئيسا سبحان الله. ثبت للمسلم أمران: الأمر الأول إذا أطال السجود سبحان الله، والرسول يقول للذي لم يطلس في سجود لم يخشع في ركوعه أو سجوده: صل فإنك لم تصلي. من أطال السجود في الصلاة اندفعت كميات الدم إلى المخ فغذت الأوردة
وسبحان الله الأعصاب وكله، فسبحان الله العظيم تأخذ هذه الأوردة والأعصاب حظها مما أتاح الله لها من دم، عندئذ لو بلغت 90 أو 100 من عمره سبحان الله فلا ينسى أبدا ولا كلمة واحدة. الأمر الثاني، من حفظ القرآن حفظ الله عليه ذاكرته، ولكن من حفظ القرآن وعمل به حفظ له ذاكرته وما نسيه الملأ الأعلى. لا بد من إذن العمل ثم الإخلاص ثم النية الصادقة من قبل ومن بعد. نعود إلى يعني هذه يعني مداخل سريعة ندخل بها إلى محاضرتنا. الإسلام عظمته في بساطته. الصحابة والتابعون وتابع التابعين عبدوا الله بهذا اليسر، وفقهاؤنا وعلماؤنا لما استقرأوا الفقه وجدنا أن أيسر فقيه في التاريخ هو سيدنا رسول الله، أيسر إنسان، وأيسر الفقهاء من بعده صحابته. يدخل رجل فيجد أبا بكر يصلي بالناس، يقول له يا أبا بكر أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا، قال له أبو بكر لا تكلمها إلى الليل. الرجل عند الباب وجد عمر، يا ابن الخطاب أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا، قال لا تكلمها إلى العام القادم. أهلا وبعدين، طب أذهب لمن؟ قال أذهب إلى عالم العلماء أبو الحسن رضي الله عن سيدنا علي. يا أبا الحسن، قال له نعم، قال له أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا، قال لا تكلمها إلى يوم القيامة. الخلاف العجيب، أبو بكر يقول لي بالليل، وعمر يقول لي السنة الجاية، وعلي يقول كلام هذا. فانتظر حتى اجتمعوا في صلاة العشاء، سألتكم سؤالا فأخذت إجابات كل واحدة أغرب من الأخرى. فأبو بكر يقول لما سألتني ورد إلى خاطري قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فأبو بكر فسر الحين بإيه؟ بالليل وبالنهار. طب وأنت يا ابن الخطاب؟ قال ربنا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الشجرة تطرح كم مرة في السنة؟ ولا مرتين؟ هو طبعا الهندسة الوراثية بتطرح 5 مرات ولا بركة فيها، المهم ادعوها كما هي. المهم، وأنت يا ابن أبي طالب؟ قال سيدنا علي أما أنا قال ربنا ولتعلمن نبأه بعد حين، إن شاء الله الحقيقة سوف ترها متى؟ يوم القيامة. قال وبما يعني اعمل ايه؟ قالوا خذ برأي ابي بكر فهذا اصلح للبيت وايسر في الفتية، وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم في امر الا واختار ايسرهما. في بعض اولادنا اللي هم طلاب العلم ما شاء الله عليهم يبحث عن اصعب شيء، وسبحان الله يعني يريد ان يثقل على الناس ويصعب على الناس المسألة، لكن الامر ايسر من ذلك وابسط من ذلك. فعظمة ديننا في بساطته ويسره. الصحابة قرأوا في الوضوء اغسلوا وجوهكم، فغسل الصحابة وجوههم، وغسل التابعون وجوههم، وغسل تابع التابعين أيضا وجوههم. لكن في عصر مر بالمسلمين اسمه عصر الرفاهية العلمية، كل يوم أرض جديدة تدخل إلى الإسلام، أناس جدد يدخلون في دين الله، يدخل الناس في دين الله أفواجه. فالعلماء مش مشغولين بعلاج آفات اجتماعية، قاعدين نعلم الناس الغيبة 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 النميمة النميمة. أديني 20 سنة في الغيبة وعشرين سنة في النميمة، ضاع العمر في 40 سنة في غيبة ونميمة، أنه مجرد نعالج آفة من الآفات. المجتمع آفاته قليلة، البناء مستمر. فجلس العلماء في لحظات رفاهية علمية يقولون ما هو الوجه، يسموه ايه في الفلسفة؟ توضيح الواضح. مثلا اقول لك هذه منضدة، نعم، اقول لك وما هي المنضدة؟ واحد يقول انها شكل
مستطيل طوله اكبر من عرض واحد يقول لا احنا عندنا مائده مستديره، واحد يقول لا عندنا مائده مثمنه، تاني عندنا مائده مسدسه، والله عندنا مائده. فخراء المنضده اصبحت ايه؟ اصبحت المنضده، لان مائده لا تقال الا اذا كان عليها طعام. انا الاحظ اخواننا اللغويون والاصوليون ينظرون الي، المائده لا يطلق على المائده مائده الا، لكن لو قلت لي اجلس على المنضده ارفض، اذا قلت لي على المائده لا اجلس على طول، لان المائده فيها طعام، المنضده وحدها ما تصلح. سبحان الله. هكذا الكاس، اذا كان فيه ماء او عليه ثم كاسا، اذا كان فارغا فاسمه كوب، وهكذا. المهم، فتوضيح الواضح حمل مشكله. جلس الفقهاء يقولوا ايه؟ الوجه هو من منبت الشعر الطبيعي، ويعمل فاصله كده وتنزل تحت في الايه، في المت في الحاشيه في الشرح يعني كده، يقول ايه؟ وقصد الفقيه كلمه الطبيعي لانه يجنب بهذا الرجل الاصلع والمراه الصلعاء. ايه اللي دخلنا في المشاكل دي كلها؟ ما واحد من منبت الشعر، لو لم يقل الطبيعي طب واحد اصلع يبقى منبت شعره فين؟ في قفاه. دخلنا في مشكلة، دخلنا في مشكلة احنا كنا في غنى عنها، ما كان عندنا يعني امر ان احنا اغسلوا وجوههم، غسلوا وجوههم، فالمسألة كانت بسيطة. ما يفطر في رمضان؟ ولا يفطر في رمضان اذا دخل شيء من المدخل الطبيعي من طعام او شراب. يجي يسألك بقى يا سيدنا الشيخ، حقنة الوريد، طب حقنة العضل، طب قطرة العين اشرب بها في الحلق، طب نقاط الانف، طب نقاط الاذن. قل والله لو ابو حنيفه خرج من القبر قال انظروني عامين حتى ادرس المشكله. سبحان الله. لكن صعبنا المساله نتيجه ان كان عند اجدادنا من العلماء هذه الرفاهيه العجيبه. سبحان الله. لما هارون الرشيد اهدى ملك الروم ساعه تسير بتنقيط المياه ووضعوها خلف عرش الملك، فر الملك وترك الكرسي وغادر القصر وقال سكنتها الشياطين. ايه الجنون هذا؟ ولما الاسبان احبوا اصلاح الساعة التي صنعت في غرناطة، والذي زار منكم هذا المكان تجد 12 اسدا، الماء يمر بين انابيب معينة بتوقيت معين، فعندما تأتي الساعة الواحدة يزأر الاسد الاول، ثم بالساعة الثانية يزأر الاسد الثاني. فلما طرد الاسبان المسلمين من الاندلس ارادوا ان يعرفوا سر الساعه، فلما دخلوا الساعه خربوها واقفه على اصولها هكذا، يعني عاطله عن العمل تماما منذ ان ادخل هؤلاء ايديهم الى ما صنع اجدادنا من حضاره. المهم، نحن لا نبكي على اللبن المسكوب او الخير الذي ضاع، ولكن الامل باقي في هذه الامه، الامل باقي بطريقه انت قد لا تتخيلها. سبحان الله. لماذا؟ لأن الإسلام مرتبط بالحياة، لا يعزل الإنسان المسلم نفسه عن طبيعة الحياة. فأنت تأكل لتتقوى على طاعة الله، هذا الطعام في ميزان حسناتك، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته وقال أولو وضعها في حرام أما كانت عليه وزر. سبحان الله. كان أحد العلماء يقول أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. فلو أن الطالب المجد الذي يجلس إلى الصباح مستذكرا دروسه عدل نيته ووجه نيته ليكون طالبا نابها في المستقبل، يصير أو تصير هذه المذاكرة والاستذكار طوال الليل قيام لليل طوال الليل عند الله رب العالمين. الطبيب في مشفاه، المدرس في مدرسته، الموظف في وظيفته، إذا اتقى رب العباد سبحانه وتعالى وحول النية ابتغاء مرضاة الله، إذا فعلنا دور الدين في الحياة ما الذي نكسبه؟ نكسب كل خير. أول شيء، بعض المريدين للأهل العلم المخلصين إذا ذهب ليصلي الظهر وعطل دولاب العمل ثلث ساعة، ينتظر بعد أن ينتهي العمل ثلث ساعة يعمل حتى يعوض هذا الوقت، لأن العقد الذي بينه وبين المؤسسة يقتضي أن يعمل 8 ساعات متواصلة، وهو ما عمل إلا 7 ساعات ونصف، 7 ساعات ونصف، فيعوض النصف ساعة. سبحان الله العظيم، لأنه يريد أن يدخل على نفسه حلالا. رجل حاج مصري من 100 سنة يسافر على مركب سفينة من ميناء السويس إلى جدة، ففك السرة اللي واضع فيها الكام جنيه،
يطمئن على عدد الجنيهات التي معه. فتح في على السفينة أعزكم الله قرد، خطف الصرة وطلع على الساري فوق، يرمي للرجل نصف جنيه في حجره ونصف جنيه في المية، ربع جنيه في حجر الرجل وجنيه في الماء. الرجل وجد 5 جنيه ما فيش غيره، والسبعة ايه؟ طيب. فجلس يبكي، لا في بقى لا الكريدت ولا مش عارف الايه ولا ما فيش. قال له الشيخ مالك؟ قال هذا القرد المجرم اخذ المال القى في البحر 7 جنيهات وترك لي 5. قال ما صناعتك؟ قال انا بيع لبن، انا ابيع اللبن. قال اتخلط اللبن بالماء؟ قال لو نعم. قال اذا ذهب ثمن الماء للماء واخذت انت حق اللبن. سبحان الله، انت عايز تروح تنصب على خلق الله في الحج؟ سبحان الله، ثمن الماء انت راح للماء انت ماء وثمن اللبن الخالص، سبحان الله العظيم. فاذا قضيه الرقابه هذه التي رايناها في بنت بائعه اللبن، هذا من اثر الدين، هذه من التنميه الاقتصاديه. هل غششت اللبن يا بنية؟ فطرق عمر الباب، قال يا أبت الله، أما دريت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا؟ عاهدتك يا أمير المؤمنين ألا أغشه مرة أخرى. في اليوم التالي عمر بقدر الله سمع المرأة هل غششت اللبن؟ تقول لها أما عاهدت أمير المؤمنين على عدم غش اللبن مرة أخرى؟ قالت وهل يسمعنا أو يرانا أمير المؤمنين؟ قالت إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. المهم عمر علم أن هذه البنت سبحان الله بنت صالحة، وتقول لابنتها يعني للبن قد غششت وفي اليمين قد كذبت والعهد قد حنثت وتكذبين على أمير المؤمنين، فماذا تقولين لله رب العالمين؟ المهم رجع عمر جمع أولاده، من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ سكت الأولاد. قال ثكلتكم أمكم، إن لم يتزوجها أحدكم تزوجتها أنا. عاصم تطوع قال أنا أمري إلى الله، تزوجها عاصم، أنجب منها ليلى، ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان، أنجبت عمر بن عبد العزيز. ونفس القصة عند أبي حنيفة، أبوه عنده 30 سنة، يقول لك دور العلم والدين دور العلم والدين في كل شيء، دور الدين في كل شيء، في صغير الأمر وكبير. عنده 20 سنة ماشي جنب بستان، وجد تبرة واقعة كده فالتقطها من بستان وأكلها. بعد ما أكلها بطنه لم تتعود الشبهة ولا الحرام. في ناس في عام 2007 بطنه تستطيع أن تهضم عمارة وبناية وقطعة أرض من ساحات وهكذا ومدينة، وده يبتلع أي شيء. سبحان الله، عارف قصة الديناصور؟ تعد أي شيء. وإذا تاب تاب توبة الثعالب. هل تعرف توبة الثعالب؟ طب صل على رسول الله. يقال في القصص الرمزي الثعلب قطف عنقود عنب، فجاء صاحب البستان يجري خلفه بعصا طويلة، قفز الثعلب على السور وقع منه عنقود العنب، ينظر الى العنقود ولكن ينظر الى عصا صاحب يعني المهم لما شعر باليأس التام قال الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. الحمد لله، هنعمل ايه احنا عليه الحرام؟ يلا بس هذا تائب رغم انفه، ها هذا تائب حتى اذا حضر احدهم الموت ها قال اني تبت الان، الان وقد عصيت كما صنع فرعون. فلا نريد ان تكون توبتنا كتوبتها. فالرجل من صلاحه شعر بمغص في بطنه، تمغص بطنه لانه لا المساله مش سهله، فماذا يصنع؟ سال عن صاحب البستان، فقال له اكلت تمره من بستانك دون وجه حق، فاما ان تاخذ ثمنها وإما أن أعمل عندك وإما أن تعفو عني. طبعا الرجل وجد هذا الشاب الذي يبحث عن الحلال بهذا المنطق، قال لن أخذ ثمنها ولن تعمل عندي ولن أعفو عنك. لو مسلم موديل 2007 خلاص يا عم أنت حر، أنا جيت لغاية عندك، ها فيه إيه يعني؟ نتوب إلى الله، يعني هي التمرة يعني ايه يعني كام ليره كده ولا تعالى لله وخلصت المساله.
طب والحل؟ طب نتفاوض يعني، طب لا اعمل ولا تاخذ ولا تسمح ولا تعفو، لابد ان في حلول. مائده المفاوضات. قال ان ازوجك ابنتي. لا حول ولا قوه الا بالله، تمره تزوج؟ قال توكلنا على الله، قبلت. قال ولكن هي عمياء لا ترى، بكماء لا تتكلم، صماء لا تسمع. لا حول ولا قوه الا بالله. ضع نفسك مكان الرجل، في ايه يعني؟ تمره تحيل حياته نعيما؟ المهم توكلنا، تزوجت، جاءوا الشهود وتزوج. فلما دخل الى غرفتها قال تحب ان تراها؟ ما يصير زواج من غير رؤيه. قال لا اشوف ايه؟ عمياء وبكماء. هي تمره والسلام. فلما دخل الى الغرفه قال هي لا تسمع ولا تتكلم، لكن بيت المسلم مليء بالملائكه. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالت عليك السلام ورحمه الله وبركاته. الله، اذا تسمع ها وتتكلم. كشفت عن وجهها فاذا هي كفلقه القمر، من هذه الام انجب ابو حنيفه النعمان. هذه والد ابو حنيفه الذي جاءه العامل يوما علاقه الدين بالعمل، وقال له يا شيخ الرجل الذي اعمل عنده يعطيني دراهم خمسه وهي لا تكفيني، زي الموظف كده في نصف الشهر. سبحان الله، ما فيش نصف الشهر، في اول الشهر. المهم فقال اذهب الى الرجل الذي تعمل عنده وقل له يعطيك اربعه. بالله عليك لو ان عالما من علمائنا الاجلاء جاء الموظف وقال انا راتبي كذا ولا يكفيني، روح للمصلحه خليهم ينقصوك بس ايه 500. والله يبدو الرجل من كثر العلم الديني وكثر المعلومات ربنا يشفي يا رب، اللهم اشفيه يا رب، الشيخ مسكين لا اله الا الله ويدعو لك بالخير. الرجل اخذ كلام ابي حنيفه وذهب لصاحب العمل، انا لا اريد منك راتبا الا اربعه. فرح صاحب العمل، ده اصحاب الاعمال يتمنوا وجود رجل كابي حنيفه يسمع الناس كلامه. بعد شهور عاد الى ابي حنيفه، الاربعه لا تكفيني، قل له يعطيك ثلاثة. المهم جاء الرجل بعد مدة بعد أن صار راتبه دراهم ثلاثة، فيقول جزاك الله خيرا يا أبا حنيفة، إن الثلاثة تكفيني. قال إن عملك كان لا يساوي إلا الدراهم الثلاثة، فلما كنت تعمل وتأخذ أربعة وخمسة كان الدرهم والدرهمين عبارة عن حرام، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. بهذا المنطق، بهذه النية، بنية الإخلاص تلك، الإنسان يتقي الله رب العالمين. ولذلك شبه العلماء المسلمين والناس في هذا الزمن قضية المراقبة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، شبهوها برجل ملك صاحب قصر جاء بعمال وقال لهم أريد أن تعملوا لي في هذا القصر كذا، واخر اليوم سوف اتي بنفسي واعطيكم الاجور. غادر المكان، انقسم العمال اقساما ثلاثه، قسم بدا يعمل بجد طوال اليوم، القسم الثاني قال يعني اعمل ساعه واستريح ايه ساعه، القسم الثالث عمل زي الموظف الكسلان قال والله كده كده انا هاخد اخر الشهر الراتب، عملت لا ما عملت، اشتغلت ما اشتغلت، انا ايه راتبي مضمون. فوجد أريكة مريحة فنام واستراح إلى أن جاء المغرب وجاء الملك لمحاسبتهم أو إعطائهم الأجور. اكتشفت ثلاثة الأقسام الثلاثة أن الملك ما غادر القصر، وإنما كان يجلس في حجرة داخلية فيها شاشة تراقب العمال من أول اليوم إلى آخره. بالله عليك الذي نام طوال اليوم هل يقف الطابور ليأخذ أجره أم يأخذ توبيخه؟ ولله المثل الأعلى، نحن في هذه الدنيا ننسى أحيانا أن رب العالمين يرانا، فيتكاسل المتكاسل وينام الموظف ولا يتقي الله ويظلم الآخر ويتعدى عليه ويأخذ ماله ويأخذ ما لا يحل له
ويمد يده الى ما حرم الله سبحانه وتعالى، يا سعد اطب مطعمك يعني تكون مستجابة الدعوة، فالذي نفسي بيده ان العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله له عملا 40 يوم. لما يجيني انسان يقول ابني متمرد علي، زوجتي متمردة علي، قل له راجع مالك، راجع مالك. رجل عنده 60 سنة انجب بنتين كبر وتزوجوا وعلى كبر وعنده 60 سنة انجب ولدا. يقول يا سيدنا الشيخ دخلت الولد عنده 5 سنوات جالس على الكرسي وحاطط رجليه فوق المنضدة في وجهي. قال يا ابني عيب، اختاك الكبيرتان لا يجلسنا او لا تجلس واحدة منهما الا اذا جلست، فعيب انك تجلس وانا واقف كمان تضع رجليك في وجهي. قال له بصراحة انا غير مستريح لك من ساعة ما ولدت. ويضحك الرجل. قلت له على ما تضحك، على ما تضحك، راجع مالك، ما الذي يجعل هذا الولد متمردا؟ ليه اللي يخليه متمرد عليه؟ ايه اللي يخلي الولد يكون عاقا؟ لان الله عز وجل اذا اطعت الله طوع الله لك من حولك، طوع لك وقتك، بارك لك في وقتك، وضع البركة، سبحان الله العظيم. يعني بالله عليك أمة انزلت فيها سورة الحديد، لو نظرت الى 100 آلة حديدية كم آلة صنعها مسلم؟ ولا آلة، ولا آلة. لو استيقظ الغرب يوما وقال ان هؤلاء الشرقيون او هؤلاء المسلمين لا حاجة لهم بالانترنت ولا الاتصالات الحديثة، اقطع عليهم شبكة الانترنت، نضرب اخماس، لا، تتوقف حياتنا جميعا. لماذا؟ لان الامر ليس في ايدينا. ودائما نقول اذا تكلمنا لا تقل انا لست مسؤولا، ابدا، كل واحد فينا راعي ومسؤول عن رعيته. المسألة هي مسألة أن الإسلام، أنني أحمل أو يجب أن أحمل هم الإسلام. كيف أحمل هم الإسلام؟ أنا أقول ماذا قدمت أنا لدين الله اليوم؟ رجل كفيف في قرية بجوار الرياض من 20 سنة كده أو أكثر، مؤذن في مسجد لمهنته، قال لمن بجواره ما هذه الجريدة؟ قالوا جريدة كذا. قال اقرأ لي منها شيئا ولكن لا داعي للأخبار السياسية فأنا لا أحبها. طيب، فتح الرجل هذا المؤذن ما خرج من قريتي أبدا أبدا. فلما قرأ له من بجواره قال له إن البرج الذي يحمل ساعة بيج بن أصابه تصدع، وإن المهندسين الإنجليز البريطانيين أصابهم الذعر ويعملون اجتماعات متتالية لإنقاذ البرج من التصدع. هو يقرأ مش واخد باله أن الرجل يبكي، المؤذن الكفيف يبكي ثم ينهمر في البكاء. قال له خير يا شيخ حمدان؟ الله، هو كان ابوك تركهولك في التركة في ايه؟ انت ما خرجت من القرية. قال كان عندي من الامل ان اؤذن فوقه يوما. هذا انسان يحمل همة كبيرة، هذا يحمل همة، سبحان الله. يعني حتى في عالم، اعزكم الله، في عالم الحيوان، في حيوان عنده همة عالية وفي حيوان او حشرات عندها همة دنية. الهمم العالية تجد عند النحل وعند الطير وعند كرائم الحيوانات التي نأكل، عندها همة عالية، سبحان الله. وهناك من الحشرات والعياذ بالله في نوع من عارفين، تعرفون الخنافس، الخنفساء السوداء هذه، سبحان الله. إذا جبت لك كومة من الورد والعطور والرائحة الطيبة وتضعها وسطها تختنق وتموت، ضعها في كومة السبخ والسماد والرائحة المنتنة تنتعش وتنمو. وبعض من المسلمين في مجلس الغيبة والنميمة، الله، وبعدين وحصل ايه وكذا، وطب وليه ولماذا ولماذا طلقها؟ تستحق، وبعدين ايه كمان، سبحان الله، ينتعش. واذا ذكر الله، اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، سبحان الله، اذا هم يستبشرون. فهكذا الانسان يجب ان يكون عنده همة عالية. فكيف اخدم المجتمع الذي انا فيه؟ لست مسؤولا او لست فردا اعيش في جزيرة منعزلة، ابدا. نحن امة يتواصى يعني بعضها مع بعض ويقترب بعضنا من بعض واخذ ما عند الاخر من الفضل، ولا داعي لوضع حواجز بيني وبين سواء بقية المذاهب او بقية الاعراف او بقية الاشياء، لا داعي، لاننا ننصهر دائما في امة واحدة. هذا الانصهار الذي يجب ان يكون انما هو بحمل هم الاسلام، حمل هم الإسلام. لأن الشافعي
لما ذهب إلى الكوفة صلى صلاة رأى الناس أنه خالف مذهبه، قالوا يا إمام هل نسيت مذهبك؟ قال كلا، إنما احترمت رفات أبي حنيفة. أبو حنيفة مدفون في هذه البلد ويجب أن نسير وفق منهج أبي حنيفة في هذه القضية. سبحان الله، يعني ما وجدنا أبدا، سبحان الله، ما رأينا أبدا أن هذا الخلاف الذي يحدث بين طلاب العلم يحدث بين الكبار. يا مالك يا إمام دار الهجرة، ممن نأخذ العلم؟ يقول إن أردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي ابن إدريس. الكلمة تطير إلى مصر إلى الإمام الشافعي. مش الشافعي أول ما تصل الكلمة، يا أخوانا أنا من زمان أقول لكم أنا رجل علامة ولكن أنتم مش واخدين بالكم، يا جماعة قدرونا، الله يرحم والديك. الله أبدا، أول ما تصل الكلمة للشافعي يقول ماذا قال الإمام؟ قالوا سألناه ممن نأخذ العلم، قال إن أردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي ابن إدريس. قال كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ معقول؟ معقول هذا الكلام؟ شوف ولد في البيت مثلا أو بنت فاشل أو فاشلة في التعليم، يرسب سنة وراء سنة، كيف؟ لكن لو مسلم صادق، لو نحن نحفظ أبناءنا القرآن ونحفظ أولادنا الحفاظ على المواعيد، أرى والله أعلم أن هذه أقوى تنمية بشرية. لأن الغرب يحقد علينا في قضية التواصل الأسري التي ما زالت موجودة، والحمد لله أن الجيل عاد مرة أخرى إلى قيمه، وأصبح الأولاد الآن الحمد لله مرت الستينات والسبعينات بهمها وغمها، الحمد لله الآن المسلمين في حالة من الصحوة، أصبح الأولاد يقبلوا أيدي الأب والأم الصباح، وعندما يأتون من المدارس أو الجامعات أصبحنا نرى الاحترام الكبير، أصبح الناس يلتفون مرة أخرى حول علمائهم، أصبح الحمد لله رب العالمين الأبواب أصبحت مفتحة بين العلماء والمريدين، وأصبح كثير من الحكومات بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا من كرم الله تترك المساجد ملأ بالناس في دروس العلم في مجالس العلم. هذه كلها تنمية بشرية، هذه كلها تنمية اقتصادية. ولذلك المسلم الصادق لما يكون موظف ويستخدم هاتف المصلحة لأمر شخصي، سبحان الله العظيم، يعني يأتي للمصلحة بشيء من المال لأنه استخدم هذا في غير مكانه. وكان علي رضي الله عنه، سيدنا علي لما يأتي لعمر وعمر يراجع بالليل حسابات بيت المال، يقول له يا أبا الحسن أجئتنا في أمر من أمور نفسك أم أمر من أمور المسلمين؟ فيسأل سيدنا علي وما الفرق؟ يقول إن كان في أمر من أمور نفسك أطفأنا المسرجة، وإن كان في أمر من أمور المسلمين فقد أضأناها، إنما أنا والرعية كالوصي في مال اليتيم، إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هكذا شعور بالمسؤولية. أم كلثوم ترسل رسالة بخور وطيب وعطور بنت علي رضي الله عنهما سبحان الله إلى زوجة ملك الروم، ترد عليها زوجة ملك الروم بعلبة كبيرة من الجواهر والحلي. وصل الكلام ده إلى بيت عمر، وقف على المنبر، أيها الناس، إن زوجتي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب أرسلت إلى زوجة ملك الروم كذا بخور وطيب، فأرسلت إليها حلي وجواهر، ألنا حق فيها؟ قال الحاضرون يا أمير المؤمنين هدية أمام هدية. من ضمن الجلوس سيدنا علي نفسه يفرح أن ابنته صار عندها حلي، قال يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك، لتأخذ أم كلثوم زوجتك ما يساوي ثمن طيبها وعطورها وترد الباقي لبيت مال المسلمين. هكذا. ولذلك تعجب أحد رؤساء الوزراء العرب، مرة رئيس وزراء إنجلترا بعت لأحد رؤساء وزراء العرب عزكم الله هدية عبارة عن حذاء جديد يعني، ومع الحذاء ثمنه. فقال رئيس الوزراء لمدير مكتبه، هذا الرجل لا يفهم في الاتيكيت، الله، بعت ثمنه 50 جنيه استرليني. قال له يا معالي رئيس الوزراء، عندهم إذا وصلت هدية المسؤول إلى 80 جنيه استرليني وجب أن ترد
إلى الحكومة وإلى الدولة لأنك موظف فلا تأخذ، سبحان الله. فظن الرجل يعني أن دي، فسبحان الله. فانظر إلى حتى أن كثيرا من القيم الغربية ما زالت بقضية الفطرة هذه. فنحن نقول عند وجود الدين عند الكبير والصغير، وعند اللي له في الأمر والذي له في التبعية، كل هؤلاء وجب، سبحان الله، أن لما أمسك عمر بسواري كسرى وسعد يرسله مع واحد غفل لا يعرفه أحد، فعمر يسأل: أما أرسل سعد معك غير هذا؟ قال: لو أرسل معي غير هذا لا رأيته، ولا أنت ولا سعد ولا واحد من المسلمين. ما أنا ممكن كنت أخذ الأسورة، يعني ما طريق جنيف معروف أو أي طريق، سبحان الله، في إيه. فتعجب الرجل من أن عمر يسأل. فعمر يقول لعلي: يا أبا الحسن، إن قوما أدوا هذا إلى أميرهم لجد أمناء. قال: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. يعني مدير المؤسسة الصباح لما يكون العمل يبدأ من الثامنة وهو يأتي الحادية عشرة، طب بقية الموظفين يعملوا إيه؟ نعرف آباءنا وأجدادنا اللي كانوا في وظائف، كان سبحان الله الواحد منهم كنا نرى مدير المدرسة أو ناظر المدرسة زمان، كان أول شيء وأول واحد موجود في المدرسة، أول واحد يستقبل الجميع، سبحان الله. هذا شعور بالمسؤولية، هذا وجود الدين وتفعيل الدين في الحياة. هذا كلام يعني مهم، لأن الدين هو الحياة، سبحان الله. عظمة الدين ما فصلت الدنيا عن الدين أبدا. لا احنا أهل رهبانية، لا رهبانية في الإسلام، ولا أهل مادية يعني بحتة نغرق أنفسنا في المادية أبدا. فيعني المسلم يفرح بهذا الدين لأنه يفعل الحياة كلها، تفعيل الحياة بهذا الشكل، سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعمل مع أصحابه في حفر الخندق ويقولون ويغنون: لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، فيقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. الكل يعمل، الكل يدخل في البوتقة، سبحان الله العظيم. فعمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز أطفئت المسرجة فقام فأوقدها، قال: يا أمير المؤمنين، أمر أحدنا. قال: قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ولما داس دون أن يدري على رجل رجل نائم في المسجد الأموي، سبحان الله. فهب الرجل مذعورا قبل الفجر، مسجد ظلام، فأمسك بتلابيب، سبحان الله أمير، أنت أعمى؟ قال عمر: كلا. فالحاشية حول الأمع، معقول هذا الكلام؟ قال: لما تغضبون من الرجل؟ قال: يا أمير المؤمنين. قال: يسألني سؤالا، أأنت أعمى؟ قلت له: كلا. فسألني سؤال، والسؤال والسؤال حرام؟ وأنت أعمى؟ لا مش أعمى. طب خلي واحد يقول لك كده أنت لا. نحن يعني يجب قضية تزكية النفس، تزكية يا إخوة. قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي على شجرة الصبر. الصبر هذا شيء مهم. أنت إن لم تصبر على زوجتك انهدم البيت، والزوجة إن لم تصبر على زوجها نفس القضية. قالوا للرجل الصالح: لما لا تطلقها؟ يا أخي ما معقول إحنا نحكم ونحن الحكمان، نحن الحكمان، إحنا قضينا أن تطلقها. قال: لا. لماذا؟ قال: أخشى أن يبتلى بها غيري. شوف رجل مصدات مصائب للمسلمين، سبحان الله، ما شاء الله، لا يريد أن يبتلى بها غيره. هذه الـ 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 يعني هذا هو الصبر الذي يجب أن يحتمله الغير، سبحان الله. الصبر والله، لم تصبر الزوجة ويصبر الزوج ويصبر مدير المؤسسة ويصبر الموظف، تضيع منا. ما ليه المسلم سبحان الله يتحل؟ لماذا كان الصبر نصف الإيمان؟ يعني يتحمل يا أخي. أنت قبل لما تتكلمك زوجتك بطريقة سيئة، اسأل نفسك سؤال قبل أن ترد: لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع؟ بس فقط، لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع؟ هذا هو السؤال فقط. يعني ضع الرسول مكانك صلى الله عليه وسلم، ضع الرسول خلاص، لما تضع مكانك المسألة تنتهي تماما تماما، سبحان الله العظيم. فالمسلم وقاف عند حدود الله، والإسلام بعظمته ينمي حركة الدنيا. آيات العبادات في القرآن 100 أو 10 و 100 آية، 110 آية فقط. لما تعمل نسبة وتناسب من 110
تقسمها على 6236 آية يطلع تقريبا جزء إلى 62 جزءا. يعني آيات العبادات في القرآن تمثل جزء من 62 جزء من القرآن. فأنت إن قمت بالعبادات كاملة ها، فحتى أصبح الآن يعني يقول عن فلان من باب الفضل يعني أن إذا تقدم عريسا ويصلي الفجر. طب يعني هو أنت عايز واحد من لا يصلي الفجر؟ يعني إيه يصلي الفجر؟ فأصبحت كأنها فضيلة، يعني أصبحت كأنها فضيلة، سبحان الله. فلا، القضية أن العبادات في القرآن جزء من 62 جزء مما يحوي هذا الدين العظيم، سبحان الله. ولذلك أنت لما تأتي للذي يذهب عمره كل سنة في رمضان وينفق الآلاف قل له هات، أو الحج كل عام هات المبلغ هذا نزوج به شابين وفتاتين من الفقراء. لكن لا، لماذا؟ حتى سبحان الله أناني حتى في العبادة، مع أن فقه الأولويات يقتضي أن هذه فريضة وتلك سنة، لكن هو السنة التي تفرحه سبحان الله لا تفرح، لا يدخل عليه، لا يدخل عليه السرور بإدخاله السرور على الآخر، لأنه لا يدرك هذه القضية، هو غير مدرك لقضية كيف يدخل السرور على الآخر. ولذلك يقول أهل العلم أن فيه وادي في جهنم والعياذ بالله يسمى وادي هبهب، يوضع فيه من يدخل النكد على المسلمين. ده في واحد يدخل النكد على أسرة، وفي واحد يدخل النكد على عائلة، وفي يدخل على الحي كله. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، سبحان الله. يعني أبو جعفر المنصور ماشي في البرية فوجد جارية، قال اسألوا إن كانت غير متزوجة أتزوجها. فجابوا الجارية ما مش متزوجة، المهم زفوها إلى أمير المؤمنين، أخذها من المكان اللي فيه عبارة عن المطر ينزل والطين، وتأخذ التمر والبلح من تحت النخل إلى بغداد مرة واحدة، حولها الوصيفات والخدم والحشم. فكل يوم تقول لأمير المؤمنين طلقني، لماذا؟ الله يعني ما رأيت منك خيرا قط. يجيبوا ناس يصلحوها، ينشرح صدرها، تقعد شوي شهرين ثلاثة، طلقني. فلا، ماذا تريدين؟ قالت أريد أن أعود إلى البادية، أخوض في مخاضة الطين، وأخذ التمر الواقع أو البلح الواقع من النخل. قال بسيطة، في القصر اعملوا لها معجان الطين، ها، وضعوا على وجه الطين در وياقوت وذهب وفضة، ويتلتقط كما تلتقط الايه التمر، ولله الامر. خلاص عملوا القضية دي، اسبوعين ثلاثة اسابيع شهر، طلبت الطلاق، جابوا الحكمين. امير المؤمنين قال ما لك؟ قال والله، قالت والله ما رأيت منك خيرا قط. قال ولا يوم الطين، لا حول ولا قوة، حتى يوم الطين نسي؟ لا اله الا الله. ففيه ناس بطبيعتها، لكنها كانت تختلف عن هند زوجة الحجاج التي جلست لتمشط شعرها أمام المرآة وتندب حظها، ولا تدري أن الحجاج واقف خلفها يسمع. تقول وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل. لا، ده لسه المصيبة جاية كمان لسه. فإن أنجبت مهرا فلله درها، وإن أنجبت بغلا فمن ذلك البغل. تنظر في المرآة رأت من؟ الحجاج. فمن كبره رفض أن يطلقها، وذهب إلى خادمه وقال هذه 10,000 تبلغها طلاقها في كلمتين، لو زدت الثالثة لقطعت رقبتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هما كلمتين تعلمها أن أنا طلقتها، لو قلت الثالثة رقبتك طارت. فذهب إليها قال لها كنت فبنتي، كنت زوجة فإيه أصبحت إيه باين خلاص. قالت كنا فما فرحنا، وبنا فما حزنا، والعشرة آلاف هدية على هذه البشارة، توكل على خدها. المهم بلغ أمير المؤمنين بالقصة، فأعجبته شخصية هند، فانقضت العدة فطلب أن يتزوجها، فوافقت على شرط أن يقود خطام الناقة الحجاج نفسه.
حاذر أن تحارب من إذا استطاعت صنعت. هذه همسة في هذا الميكروفون. فلا الحمد لله أنتم ما عندكم هند، عندكم مطيعات فاضلات الحمد لله رب العالمين. المهم أو هند مما رأت يعني، أصلا أنت مش الحجاج، نسأل لا ألا تكون الحجاج يعني. المهم فأول ما تحرك الموكب ألقت على الأرض دينارا وقالت للحجاج: يا غلام يا ستار، يا رب أجارك الله ممن إذا كان في قوقعة وشرنقة ثم خرج، ناولني هذا الدرهم. فأمسكه كده قال: هذا دينار يا سيدتي. قالت: الحمد لله الذي أبدلني بدل الدرهم دينارا. إياك أن ترجع إلى زوجتك أو زوجتك تكون الزوجة تكون حضرت وحدها وترجع البيت زوجها وناشق عمر جاي، قالت: والله الحمد لله أبدلنا بدل الدرهم دينارا. لا، يعني المحاضرة لم تكن في الدرهم والدينار وإنما كانت في أوسع من هذا. المهم مثل الذي يسمع من الحكمة أسوأها كمثل رجل دخل على رجل صاحب قطيع، قال: يا صاحب القطيع أزرني شاة من شياتك. فقال له: ادخل فانظر فخذ بأذن أحسنها. فدخل الرجل فأخذ بأذن كلب الغنم. سبحان الله، ساب القطيع كله ومسك الكلب وماشي. تراح فين بالكلب؟ نسأل الله أن تكونوا من الذين وإيان ونحن من الذين نستمع القول يعني نستمع إليه فنتبع أحسن. أحبتي في الله، الدين إذا أردنا أن نفعله في حياتنا فهو دين حياة، دين حياة، حياة في الدنيا بإعزازنا لدينه سبحانه وبطاعتنا لمولانا وبإظهار عظمة هذا الدين في هذا الكون، والكون كله منتظر أن نقدم له نموذجا صالحا. وأرى أن الشام من أعظم النماذج التي نراها في وجود رقة القلوب، سعة الصدور، يعني بهجة وبشاشة الوجوه، ثم هذه اللين وتلك الوسطية الموجودة عندكم بفضل الله. ننتظر منكم الكثير والكثير، يعني جزيتم عني خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وكما قلت في محاضرة الأمس، إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم يعني تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن شاء الله أتمنى أن أرجع إليكم مرة أخرى ومرات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.